على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل كما من علينا ببلوغ هذا الشهر الكريم أن يمن علينا بالقبول للصيام والقيام والدعاء، وأن يعيننا فيه على الثبات، وأن يعيننا فيه على فعل الطاعات وترك المنكرات. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الكل منا شهد الشهر، وشهود الشهر أن يحضره الإنسان ويحضر استهلاله وهو مقيم في بلده صحيح في بدنه، فمن كانت هذه حاله فقد وجب عليه الصيام. والله عز وجل لما بين فضل الشهر بأنه هو الذي أنزل فيه القرآن، وأنزل فيه القرآن هدى للناس، أي جعل الله عز وجل هذا القرآن هدى للناس وبينات، أي حجج ودلائل وبراهين يفرقون فيها بين الحق والباطل، فأعظم صفات هذا الشهر أنه أنزل فيه القرآن. أعظم الصفات التي لهذا الشهر ولفضيلة هذا الشهر أنه أنزل فيه القرآن، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في أكثر من موضع: إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، وفي هذه الآية كذلك. كل هذه الآيات تدل على شرف هذا الشهر، بل جاء في بعض الآثار أن الكتب الإلهية السماوية كلها قد أنزلت في شهر رمضان كما جاء في بعض الأحاديث، مما يدل على فضيلة هذا الشهر العظيم. من فضل الله عز وجل على عبده أن يستعمله في مثل هذه المواسم في طاعة الله. فقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يستعمله. قالوا: يا رسول الله، وما استعماله؟ قال: أن يوفقه لعمل صالح قبل الموت. هذا الشهر شهدناه وشهده أكثر المسلمين، لكن كيف هي حال نبينا صلى الله عليه وسلم في شهوده لهذا الشهر؟ وكيف هو حال سلفنا رضوان الله عليهم في شهودهم لهذا الشهر؟ وكيف هي حالنا ونحن نشهد هذا الشهر؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء عنه في الآثار ما يدل على أن أعظم الأعمال التي تؤدى في هذا الشهر هي ثلاثة أعمال: أولها وأعظمها الصلاة وقيام الليل، أعظم هذه الأعمال، ويدخل في ضمن ذلك أيضا من الأعمال قراءة القرآن، تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. والأمر الثالث هو الصدقة وإنفاق المال وإطعام المساكين وإطعام الجوعى. يقول ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ثم قال: والصوم جنة. وذكر في هذا الحديث قول الله عز وجل حديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن كل ليلة في رمضان. يعني شغل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قيام الليل ومدارسة جبريل لهذا القرآن. فحال النبي صلى الله عليه وسلم حينما يشهد رمضان في هذه الحال، اشتغاله صلاة وتلاوة قرآن وإنفاق المال مع سائر الأعمال الأخرى، لكن هذه أبرز الأعمال التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام. أما إن جئنا إلى حال السلف رضوان الله عليهم فحدث ولا حرج،
أيضا من الاقتداء والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. السلف عرفوا قدر هذا الشهر لما قرأوا فيه من الآيات والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما أن يدخل هذا الشهر، ما أن يشهدوا هذا الشهر تنقلب حياتهم، بل هم يتهيئون لهذا الشهر قبله بأيام. نعم نحن نتهيأ، لكن نتهيأ يعني في الغالب بالأشياء الشكلية، لكن السلف كانوا يتهيئون بأشياء كثيرة، منها كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، لأنه يعلمون أن الذنوب والمعاصي، وكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، الذنوب والمعاصي يعلمون أنها من أعظم الأسباب التي تحول بين العبد وبين أن يوفق لعبادة الله عز وجل. الله عز وجل إذا أحب عبده أشغله بطاعته، والعبد حينما يشتغل بمعصية الله عز وجل يكون هذا سببا من أسباب أن يحول بينه وبين العمل الصالح. ولذلك لاحظ نفسك وكلنا كذلك، حينما يعني نعصي الله عز وجل، حينما نكون مقترفين لبعض الذنوب، تجد أنفسنا تستثقل بعض الطاعات، يستثقل أن يصوم، يستثقل أن يصلي، يستثقل أن يبكر إلى الصلوات، يستثقل أن يفتح المصحف ويقرأه. لماذا؟ بسبب الذنب الذي ارتكبه والذي حال بينه وبين أن يطيع الله عز وجل. فالسلف عرفوا قدر هذا الشهر وأنه فرصة عظيمة لا تفوت، يعلمون أن الدعاء إذا لم يقبل في رمضان فمتى سيقبل؟ طاعتك إن لم تقبل في رمضان فمتى ستقبل؟ عبادتك إن لم تقبل عليها في رمضان متى ستقبل عليها؟ صلتك لرحمك إذا لم تصلها في رمضان متى ستصلها؟ إذا لم تبكي بين يدي الله عز وجل في رمضان متى ستبكي؟ إذا لم تتصدق في رمضان الذي يعني صفدت فيه الشياطين وفتحت فيه أبواب الجنان وأغلقت أبواب النيران متى ستتصدق؟ إذا لم تقبل على الله عز وجل في رمضان متى ستقبل؟ إذا لم تتوب وتستغفر وتتخفف من الذنوب والمعاصي في رمضان متى ستفعل ذلك؟ فالسلف يعرفون أن شهر رمضان فرصة عظيمة، فرصة لا تفوت، ولذلك حالهم عجيب في رمضان. حينما يشهدون رمضان لا يشهدونه كسائر الشهور، لا يستهلون هلاله كسائر الاستهلالات كسائر شهور السنة، بل يعلمون أن لهذا الشهر قدر عظيم عند الله عز وجل، ولذلك اختصه الله عز وجل بنزول أعظم الكتب السماوية وهو القرآن. السلف تجدهم مع هذه الثلاث عبادات التي ذكرناها، الختمات وقراءة القرآن، شيء عجيب تقرأ في سير السلف لولا أنه روي بأسانيد صحيحة لا كذبت مثل هذا الكلام. كيف يحدث مثل هذا الكلام؟ الربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافعي يحكي عن شيخه الإمام الشافعي أن له في رمضان 60 ختمة، ختمة في النهار وختمة في الليل، والختمة في الغالب تستغرق ممن يقرأ قراءة يعني فيها نوع من الحجر قرابة 10 ساعات، يعني 20 ساعة يتلوها في كتاب الله عز وجل. والإمام وأبو قتادة بن دعامة السدوسي أحد التابعين كان له في غير رمضان يختم كل 7 ليالي أو كل 7 أيام، وإذا دخل رمضان ختم كل 3 ليالي، يعني في اليوم يقرأ 10 أجزاء، وإذا دخلت العشر ختم كل ليلة. 7 في غير رمضان، في 20 الأولى من رمضان يختم كل 3 أيام، وإذا دخلت العشر ختم كل ليلة، لما للعشر من فضيلة ومزية. الإمام البخاري رحمه الله راوي أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل كان يختم كل نهار ختمة واحدة، وأما في الليل فيقوم بالقرآن فيختم كل 3 ليالي في صلاة الليل، ختمة في النهار كل يوم، وإذا جاء الليل كل 3 ليالي يختم ختمة واحدة في الصلاة في صلاة الليل. وغير ذلك الكلام طويل جدا، بعضهم يختم كل 2 ليلتين، بعضهم كل 7. أدركت بل هو موجود الآن في زماننا هذا عدد من كبار السن للأسف، يعني قليل من نجد من الشباب من يفعل ذلك إلا من أخفى عمله، لكن أعرف مجموعة من كبار السن في مسجدنا 2 أو 3 يختمون كل 2 ليلتين، كل 2 ليلتين يختمون،
في رمضان، يعني في اليوم يقرؤون قرابة 15 جزءا، ولم أدرك أحدا يختم كل يوم، ما أعرف، لكن قطعا هو موجود. يعني هذا الأمر ليس أمر صعب، ليس أمرا صعبا، ولكن يحتاج إلى شيء من التفرغ من مشاغل الدنيا والتفرغ من يعني التقاء بالناس. هذا فيما يتعلق بالقرآن. في الصدقات حدث ولا حرج. ابن عمر رضي الله عنه كان يصوم فلا يفطر إلا مع المساكين، حتى إن أهله يرفقون به فيمنعون المساكين عنه، فإذا علم أنهم منعوهم لم يأكل تلك الليلة. والزهري أحد التابعين يقول إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. يقول رمضان هذا إذا دخل، إذا شهدنا ما فيه إلا عملين، يعني هي أبرز الأعمال، إطعام الطعام وتلاوة القرآن. حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة كان يطعم في رمضان أو يفطر في رمضان كل يوم 500 صائم من نفقته، كل يوم يفطر 500 صائم، وإذا انتهى رمضان ودخل العيد أعطى لكل واحد منهم 100 درهم كسوة للعيد. وحدث ولا حرج، القصص في ذلك كثيرة جدا لا أريد الإطالة بها. كثير من السلف يحرص على أن لا يفوت يوما فضعا رمضان يوما من أيام السنة إلا ويطعم، ولو أن يتصدق ببصلة، المهم أن لا يفوت يوما من الأيام يفوته بلا صدقة. وأما قيام رمضان يعني قيام الليل وهو العمل الثالث الذي كان يحرص عليه السلف كما كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا حدث ولا حرج من القصص العجيبة. يحدث نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه يقول كان ابن عمر يصلي الليل في بيته في رمضان، يقوم الليل في بيته، فإذا انتهى الناس من الصلاة في المسجد أخذ إداوة من ماء، أي أخذ ماء معه ليتوضأ، ثم ذهب إلى المسجد ودخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يصلي فلا يخرج حتى يصلي الصبح، يعني الليل كله يصلي، يصلي أول الليل في بيته ثم آخر الليل في المسجد حتى يخرج الصبح. والسلف نقل عنهم كما نقل ذلك الإمام مالك في موطئه أنهم كانوا يصلون الليل حتى أنهم إذا خرجوا، ليس كحالنا اليوم، كانوا إذا خرجوا يتسابقون كي لا يفوتهم السحور، كل الليل صلاة، فإذا خرجوا يتسابقون حتى لا يفوتهم السحور. وروى البيهقي في زمن عمر أنهم كانوا يصلون الليل فيقرأ القارئ بهم حتى يعتمدون على العصي من طول القراءة. ويقول عبد الرحمن بن هرمز أحد التابعين يقول كان القارئ يقرأ البقرة في 8 ركعات، يقرأ بما يعادل البقرة عند 2.5 جزء في 8 ركعات، فإذا قرأ في 12 ركعة قال الناس قد خفف علينا، قد خفف علينا القراءة. وابن أبي مليكة يقول عن نفسه وهو أحد التابعين يقول كنت أقوم بالناس في الحي، يعني يصلي بهم صلاة الليل، يقول كنت أقوم في الركعة الواحدة بالحمد لله فاطر، سورة فاطر، وهي قرابة 6 أوجه في الركعة الواحدة، يقول أقوم بها، وما أسمع من الناس أنهم يتذمرون من ذلك، يعني أنهم يستثقلون هذا الأمر. طبعا 6 أوجه في السورة في الركعة الواحدة، إذا يصلي في الصلاة الواحدة على افتراض أنهم يصلون 11 ركعة يعني 10 ركعات تلاوة من غير الوتر، معنى ذلك أنه يقرأ 3 أجزاء يعني 60 وجه، 3 أجزاء في الصلاة في الليلة الواحدة. وقد نقل عن جمع من السلف أنهم كانوا يعني يختمون القرآن 3 مرات في رمضان، 10 الأولى ختمة، و10 الثانية ختمة، و10 الأخيرة ختمة، وغير ذلك من القصص العجيبة لهم في رمضان. رمضان أيضا لم يقتصر على هذه العبادات، هناك عبادات أخرى للسلف، حتى الجهاد الذي هو يعتبر من أصعب العبادات لم يخلو رمضان من أن يكون فيه شيء من هذه العبادات. ونحن يتكاسل بعضنا أو يستصعب أن يكون عنده عمل وعنده قيام ليل وعنده صيام، السلف رضي الله عنهم كانوا يجاهدون حتى في رمضان. أعظم الفتوحات في الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في رمضان، غزوة بدر وفتح مكة كانت كلها في رمضان.
أما تعظيمهم لليالي هذا الشهر فلا أدل على ذلك من هذه العبادات، فهم يعظمون نهار رمضان كما يعظمون الليالي. أما نحن في زماننا هذا فللأسف سار في الناس مبدأ ومفهوم مغلوط أن التعظيم إنما هو لنهار رمضان وقت الصيام، فلذلك تجد أكثرنا يقرأ القرآن في النهار، معظم الناس أكثر ما يقرأون القرآن في النهار وهو صائم، فإذا جاء الليل الذي هو زبدة رمضان وأهم أوقات رمضان ينشغل كثير من الناس إما بالأسواق أو بالعزايم أو بالاستراحات، فضلا عافانا الله وإياكم عمن يشتغل في ليالي رمضان بمعصية الله عز وجل، فتذهب ليالي رمضان بلا تعظيم عند يعني كثير من الناس، يعني هذا أمر خطير جدا. ولذلك نخرج دائما من رمضان بلا فائدة، كثير منا يخرج من رمضان بلا فائدة. نأتي إلى هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه والتابعين من بعدهم بإحسان، كيف هو حالنا حينما نشهد رمضان؟ كلام الحقيقة كثير يكرر في كل سنة عن كيفية استقبال رمضان، كيف يشهد الناس رمضان، ولا مانع من أن نكرر هذا الكلام، ولا مانع أيضا من أن نتذاكر بهذا الكلام ويعظ بعضنا بعضا بمثل هذا الكلام. لكن من أخطر الأمور التي شاهدتها في رمضان في أحوالنا هو التسويف. كثيرا ما نسوف، يمر علينا رمضان تلو رمضان، كل ما يأتي رمضان نقول إن شاء الله هذا الشهر سيعني أري الله عز وجل ما أصنع، سأفعل وأفعل وأختم وأقرأ وأصلي وأحافظ وأترك لكن ما أن يدخل أول خمسة أيام من رمضان حتى يبدأ الفتور والتقاعس، ثم يفاجأ وإذا هلال العيد قد هل، ثم يبدأ الندم ويعزم مرة أخرى على أنه إن جاء رمضان القادم وأحيانا لا سأفعل وأفعل وأفعل، ويأتي رمضان ورمضان ورمضان حتى شابت لحانا ونحن لم نحرك ساكنا. رمضان اللي قبل 20 سنة هو نفسه رمضان اللي اليوم، ما تغير في أحوالنا شيء، ما تغيرنا، نحن كما نحن. هذا كله بسبب التسويف والشيطان وذنوبنا وتقصيرنا، ما نلتفت إلى أنفسنا، ما نعزم ونظن أن هذا رمضان قد يكون هو آخر رمضان نلقى الله عز وجل أو يعني يمكننا الله عز وجل من صيامه وقيامه. هل عرفنا منة الله عز وجل علينا ببلوغ رمضان؟ هذا من أعظم أيضا الأسباب التي تضعف شهودنا لرمضان كما ينبغي. أكثرنا لا يغفل أو ينتبه، لا ينتبه، يغفل عن مسألة المنة من الله عز وجل بأن تبلغ رمضان، يظن أن رمضان أمر حتمي أننا لابد أن نبلغه وأن نصومه، بينما كثير من الناس قد يحرم رمضان، يحرم رمضان إما بالموت، كم صلينا على جنائز اليوم الذي أعلن فيه رمضان؟ صلينا على 11 جنازة في مسجد الراجح في اليوم الذي أعلن فيه رمضان اللي صلينا فيه التراويح، صلاة العصر صلينا على 11 جنازة، 10 منها للكبار طفل واحد. هؤلاء أما كانوا مثلنا يظنون أنهم سيدركون رمضان؟ لم يفرق بينهم وبين رمضان إلا سويعات قلائل، يعني هو أصبح مصلي الفجر مع أهله وكان يظن أنه سيصلي التراويح مع الناس في ذلك اليوم، وإذا به يوسد التراب عصر ذلك اليوم. كثيرون جدا أمس واليوم وقبل أمس وغدا وبعد غد، ولا ندري هل ندرك العيد أو لا ندرك، هل ندرك رمضان آخر أو لا ندرك. إذن لابد أن تستشعر منة الله عليك أن بلغك رمضان. أيمن الله عليك ببلوغ رمضان ثم تشهد رمضان بالتقصير والمعاصي والبعد عن الله عز وجل؟ خطأ كبير. قد لا تشهد رمضان بالمعاصي لكن تشهد بتقصيرنا، إذا صلينا التراويح مع الإمام ساعة واحدة يعني ظننا أننا بلغنا النجوم من الطاعات والعبادات، إذا تصدقنا بريال واحد يعني شعرنا بالزهو والإعجاب. وين راشين حنا؟ انظر لحال السلف كيف تعرف قدرنا في العبادة مع قدرهم. أيضا هناك أناس حبسهم المرض، كم نعرف وتعرفون
في المستشفيات وفي بيوتنا مرضى لا يستطيع أن يصوم، لا يستطيع أن يصلي ويسجد لله عز وجل مع الناس في صلاة التراويح، يتمنى منية يسمع التراويح بأذنه ويتمنى أن يشهد مع الناس لكنه حبسه المرض. ألا تستشعر منة الله عليك أن عافاك؟ شهدت رمضان صحيحا معافى في بدنك، ما تحتاج إلى أن يعني تحمل نفسك على عصا أو على عكازة. هذه منة من الله عز وجل. أيضا منة من الله عز وجل أن بلغك رمضان وجعلك من أصحاب هذا المسجد، تأتي بقدميك لتصلي وتشهد مع الناس التراويح وتصوم مع الناس. كم من الناس في هذه اللحظات الآن يقارف المنكرات في داخل البلاد وفي خارجها، نحن الآن في إجازة، كم من الناس سافر ليعاقر المنكرات، نسأل الله العافية. أنت من الله عليك بالهداية فاحفظ منة الله فيك. الله من عليك بأن هداك للإسلام، هداك للإيمان، هداك للسنة، هداك للصيام، هداك لقيام رمضان، هداك لقراءة القرآن. كم من الناس والله حال الله بينهم بين قلوبهم. الله عز وجل يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يتمنون لو كانوا مسلمين. أيضا هناك من العصاة سمعتهم بأذني يتمنى والله لو كان تائبا، يشعر بأن هناك ران غلاف غطى على قلبه، إذا أقبل على المسجد يشعر بقشعريرة، يشعر بأن هناك من يجذبه عن المسجد، ما لا يستطيع أن يفتح المصحف. كلنا نستطيع أن نفتح المصحف ونقرأ الجزء والجزئين، هو لا يستطيع أن يقرأ آية واحدة بسبب هذه الذنوب التي تراكمت على قلبه فمنعته. نعم كلنا أصحاب ذنوب، لكن نحن نذنب ونبادر إلى التوبة والاستغفار، لكن هناك من الناس من يذنب ويذنب ويذنب ولا يشعر أنه أذنب، ويشعر أنه من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. قد غطى الله عز وجل على قلبي حتى ظن أنه يعني ما سوى شيء. وإذا قلت له اتق لك يا أخي أنا مش سويت، أنا والله أنا قلبي طاهر ونحب الخير للناس، يخي الله عز وجل ما طالبك فقط بحب الخير للناس وإن قلبك طاهر وما في حسد وما في غل على الناس، الله طالبك بصلاة وطالبك بعبادة تتلوها في كتابه، أمرك بها وحذرك منها. قالوا ما سلككم في سقر؟ ما قال لأن والله قلوبكم ما مي طيبة ولا تحبون الخير للناس. قالوا ما سلك؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، نضحك مع الضاحكين ونستهزئ مع المستهزئين ونعبث بدين الله مع العابثين. هذا اللي بسبب سلكوا السقر، نسأل الله العافية. الإنسان ينبغي أن يعرف أن لله عز وجل عليك منن عظيمة، ومن هذه المنن أن بلغك رمضان معافا في بدنك، أولا حي مع الأحياء لم تمت ويفوتك رمضان، وثانيا معافى في بدنك لست مريضا، وثالثا معافى في قلبك وفي ديانتك وفي سلامة إسلامك، أن تستطيع أن تقدم إلى المسجد وتصلي وتعبد الله مع الناس. هل استعددنا لرمضان؟ كل واحد منا يسأل نفسه لما بقيت أيام على رمضان، هل شعرت في داخلك أن عندك استعداد لرمضان؟ تحاول أن تستعد لرمضان؟ للأسف كثير من الناس سألتهم ما كان يستعد لرمضان، يعني إذا أعلنوا صلى مع الناس وصام مع الناس هذا طيب، لكن لماذا لم تستعد لرمضان بأن تهيئ نفسك بالاستغفار والتوبة، كثرة الاستغفار والتوبة حتى تهيئ هذا البدن لأن يتقبل طاعة الله عز وجل؟ لماذا لم تهيئ بيتك وأولادك وزوجتك لاستقبال رمضان وحثهم وإشعارهم بأنه يقدم علينا شهر عظيم فيه خيرات عظيمة لا نفوتها، لا يفوتنا الصيام فيه، لا يفوتنا البر والإحسان فيه، لا يفوتنا قراءة القرآن وقيام الليل فيه؟ هل حدثت نفسك بهذا الأمر وهيأت نفسك لهذا الأمر؟ للأسف أنا أقول كثير من الناس يبغتهم رمضان وهو لا يشعر. أكثر الناس تجده يتهيأ لرمضان بأشياء أمور شكلية هي مباحة، لكن لم يطالبنا الله بذلك، ليست هي الواجبات علينا. يتهيأ بالمطعومات، يتهيأ بالملبوسات، يتهيأ بمثلا بأشياء تتعلق بعمله بحيث يأخذ إجازة، لكن تأخذ إجازة لماذا؟ حتى تنام؟ إذا كنت ستأخذ إجازة لتتهيأ يعني تكون الصلاة عليك خفيفة وتتفرغ لقراءة القرآن بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر هذا طيب وحسن، هذا من التهيؤ لرمضان. أما أن تتهيأ لرمضان تأخذ إجازة لتنام من الفجر إلى الظهر ومن بعد الظهر إلى العصر ثم تقوم العصر ولك يعني بالكاد تقرأ لك آيتين وفي الليل
مستأجرين لكم أنتم مجموعة استراحة لتمضي فيها الليل كله لعب طائرة وسمر هل يجوز مثل هذا الفعل؟ ليس هذا هو هدي السلف، وليس هذا الذي أمرنا به في رمضان. وكأن رمضان يعني فرصة للأنس وسعة الصدر، ليس هذا وقت سعة الصدر، عندك 11 شهر وسع فيها صدرك، لكن رمضان هذه فرصة عظيمة ما أضيع فيه النهار بالنوم وفي الليل بالسهرات واللعب. قد تكون في مباحات، لكن هذه المباحات ليس هذا محلها، فرطت وضيعت عليك أمور عظيمة قد تكون سببا من أسباب هلاكك، نسأل الله العافية. انظر لبرنامجك في رمضان، كيف تشهد رمضان؟ كل واحد منا ينظر لبرنامجه من يوم يصبح إلى أن يمسي، ما هو برنامجك في رمضان؟ أنا لما تأملت هذا الأمر وجدت أن هناك عدد كبير من الناس للأسف الوقت الذي يمضيه أمام وسائل الإعلام سواء كانت محرمة أو مباحة، الذي يمضيه أمام وسائل الإعلام، مجموع الساعات التي يقضيها أمام وسائل الإعلام من مسلسلات وبرامج ومسابقات وإلى آخره، ها؟ أكثر من الساعات التي يمضيها في عبادة الله مجتمعة. كل العبادات التي تقضيها في يومك لو تجمعها لا تعادل الساعات التي تقضيها أمام وسائل الإعلام. كل واحد منا يشاهد نفسه، إلا من عصمه الله عز وجل، كل واحد منا يشاهد نفسه كم يمضي أمام يعني التلفزيون، ويحسب الساعات كم ساعة يمضيها أمام التلفزيون، ثم يحسب ساعات الصلوات الخمس والتراويح والساعات أو الأوقات اللي يقضيها في قراءة القرآن، يجمع هذه ويعادل وينظر. والله خزي وعار أن يجد الواحد منا في صحائفه يوم القيامة أن الساعات في رمضان التي يجلسها أمام وسائل الإعلام أكثر من الساعات التي يجلسها بين يدي الله عز وجل. والله خزي وعار أن تجد ذلك في صحيفتك يوم القيامة، أن تجد الساعات اللهو في رمضان. يعني لو كان في غير رمضان نقول يعني الإنسان مغلوب على أمره أو شيء، لكن في رمضان الذي هو ساعة التفرغ، ساعة التي صفدت فيها الشياطين مالك عذر، ساعة التي فتحت فيها أبواب الجنان وغلقت فيها أبواب النيران وتضاعف فيها الحسنات، ومع ذلك تكون ساعات اللهو فيها أكثر من ساعات العبادة. والله إنه شيء مخزي وعار علينا يوم القيامة أن نلقى الله بمثل هذه الصحائف. هل عظمنا شهرنا حينما نشهد رمضان؟ هل عزمنا على أن نعظم هذا الشهر حق التعظيم؟ نعم، بعضنا يعني قد يعظم الشهر في النهار مثلا من بعض الأمور، لكن تجده حتى في النهار مع زوجته بعض الناس يسب ويشتم ويلعن، وين تعظيمك للشهر؟ ابنه لو يغلط بغلطة بسيطة يقيم الدنيا ولا يقعدها بالسباب واللعن والشتائم، لو يرى من جاره أو من واحد أمامه في السيارة أخطأ خطأ بسيط تجده يعني يسب ويشتم بل في عمله أحيانا وفي رمضان تجده يكذب في معاملته بين الناس، وين تعظيمنا لهذا الشهر؟ روي عن عمر وعن علي رضي الله عنه كما أخرج ذلك النبي شيبة أن عمر رضي الله عنه وكذلك علي قال ليس الصيام من الطعام والشراب، ولكنه الصيام من الكذب واللغو والباطل. نعم، هذا هو الصيام، الصيام من اللغو والباطل، وليس الصيام فقط من الطعام والشراب. ولعدم تعظيمنا وتعظيم كثير من الناس لهذا الشهر لا نستشعر عظمة هذا الشهر، نجد، وهذا أيضا أمر ملاحظ والحقيقة إنه يعني شيء مؤسف، نلاحظ وأنت تأمل هذا الأمر تدبره، نلاحظ أن منكرات المجتمعات المسلمة، والناس يتفاوتون في ذلك، لا أريد أن نتهم أحدا، لكن منكراتنا للأسف تزداد في رمضان عما قبل رمضان وبعد رمضان. يمكن الناس في شوال وفي شعبان أخف منكرات من رمضان، بينما رمضان نجد أن المنكرات العامة تزداد، فلا أدري ما السبب. الشياطين مصفدة، نعم، إذن أنفسنا لا بد أن نصحح منكراتنا للأسف تزداد. يعني انظر إلى فقط الإعلام مملوء بالمنكرات، تجتمع شياطين الإنس ويتهيئون 11 شهر
حتى يفسدوا علينا هذا الشهر بأقبح المنكرات، المنكرات التي تصل حتى إلى الكفر والسخرية بدين الله عز وجل. السرف، انظر مصروفاتك في شعبان وانظر مصروفاتك في رمضان، تجد أن مصروفاتنا في رمضان أكثر من شعبان، وأكثرها في الطعام واللباس الذي لا حاجة لنا به. سرف منهي عنه. القمار، ما في أحد من المسلمين يمارس القمار قبل رمضان، لكن إذا دخل رمضان راجت سوق القمار. قد يقول القائل ما في أحد، وين القمار هذا؟ هذه المسابقات التي تشاهدها في التلفزيون، وأحيانا مسابقات تربط بالقرآن وتسمى مسابقات بريئة، هي قمار. أنت حينما تتصل وعلى الاتصال يأخذون 10 ريالات ولا 7 ريالات ولا 5 ريالات، هذه وين تروح؟ تجمع من المتصلين وعشرة يفوزون ومليون يخسرون، والعشرة اللي يفوزون كم؟ جمعوا 20 مليون منك ومن سائر يعني الغافلين من المسلمين، جمعوا 20 مليون وزعوا فتات 500,000 على هالعشرة الفائزين، 19.5 مليون في جيوب هؤلاء المقامرين. هذا هو الواقع للأسف، وأكثر القنوات تعيش على هذا القمار، ما أن تنتهي مسابقة حتى تبدأ أخرى، وفي رمضان تروج أسواق القمار على أوسع أبوابها، تفتح على أوسع الأبواب، ونحن للأسف نغفل ونظن المسألة هينة وبسيطة. هذا من أعظم المنكر نسأل الله العافية الذي يمارس للأسف في رمضان ويوسع في رمضان. أما لو كانت مسابقات فيها خير كما تطرح في بعض المساجد، حتى في بعض القنوات الإسلامية الطيبة تطرح بعض المسابقات، لا تبذل أنت من مالك شيء وأنت تسابق على معلومات نافعة ومفيدة وتكتب عليها جوائز، هذا لا بأس به، لكن أن تدفع من مالك وقد تربح وقد لا تربح، تخسر أو لا أو تربح، هذا هو القمار الذي لا يجوز أن نشارك فيه. ولو كان زهيدا تقول والله هذا يسير، اتصال بريال حتى لو كان نصف ريال، لا يجوز مثل هذا الفعل. وغير ذلك عدد من المنكرات التي تكثر من رمضان، الأسواق تروج، تلاحظون الآن أسواقنا في رمضان كل شيء، حتى سوق السيارات، أنا ما أدري ليش سوق السيارات تروج، سوق الأثاث ما أدري ليش تروج في رمضان، كل شيء حتى السباكة والكهرباء كل شيء يروج في رمضان، ما أدري وش علاقة رمضان بهذه الأسواق، ما أدري ليش، لكن كل شيء يروج. لكن للأسف كل الأسواق تروج وتفتح على أوسع الأبواب إلا سوق الآخرة نسأل الله العافية، يعني يقل. أنا لا أقول أنه يقل عما في شعبان، نعم في رمضان تزداد العبادات أكثر من شعبان، لكنها ليست العبادات يعني الحقيقة التي تليق برمضان، الذي يليق برمضان أكثر من ذلك، السهرات والتسكع في الأسواق وغير ذلك منكرات إلى يعني ما لا نهاية. فأقول إن يعني خسارة كبيرة جدا الحقيقة، خسارة كبيرة جدا أن يمر علينا هذا الشهر ثم نخرج منه صفر اليدين أو كفافا لا لنا ولا علينا، أو بعمل يسير لا يعني لا يتناسب مع شرف هذا الشهر الذي جعل الله عز وجل فيه ليلة هي خير من 1000 شهر. وأنا لاحظت الحقيقة أن هذه الليلة الكريمة الشريفة التي هي خير من 1000 شهر، خير من أكثر من 83 سنة من العمل الصالح، أن أكثر الموفقين إليها هو من كان في أول الشهر محسنا سيوفق في آخر الشهر لإدراك مثل هذه الليلة، ومن كان في أول الشهر مضيعا في الغالب أن من مثل هؤلاء تملأ الأسواق في 10 الأخيرة من رمضان تهيئا للعيد. تجد في رمضان تعجب، في 10 الأخيرة من رمضان تمتلئ الأسواق، الصلوات تقام في المساجد والبكاؤون يبكون في المساجد والخيرات توزع من الله عز وجل في المساجد، وهؤلاء يبحث عن ثوب العيد. ابحث عما يغطيك عند الله عز وجل قبل أن تبحث عن ثوب العيد، ابحث عما ينجيك عند الله عز وجل، تضيع 10 الأخيرة عشان تبحث عن ثوب العيد؟ ليش ما بحثت عن في شعبان على الأقل في 10 الأولى من رمضان؟ لماذا في 10 الأخيرة من رمضان؟ تقصير واضح بسبب أنه فرط وضيع في أول الشهر. فمن كان محسنا في أول الشهر فإنه في الغالب يوفق في آخر الشهر للقيام في هذه 10 الأخيرة وإدراك ليلة القدر، ومن كان مضيعا في أول الشهر في الغالب أنه قد لا يوفق في آخر الشهر إلا من رحم الله واستدرك وتاب وعلم بتقصيره.
ختاما، ما الواجب علينا حينما نشهد شهر رمضان؟ أولا كما كررت ذلك، الشعور بمنة الله عز وجل علينا. إذا لم تشعر بقيمة هذا الشهر والله ستفرط فيه، كالإنسان ما يشعر بقيمة المال الذي بين يديه، ما يشعر بقيمة هذه الجوهرة سيفرط فيها. لو كنت تعلم قيمة هذه الجوهرة لأغلقتها عليها بالمفاتيح في الصناديق الحديدية، لكن حينما لا تعرف قيمتها ستضعها عند الباب مثل عزكم الله الحذاء، لكن لو كنت تعلم أنها من ذهب ما وضعتها عند الباب، وضعتها في صناديق من حديد وتحرسها. هذا الشهر لو كنا نعلم قيمته وشرفه ومكانته عند الله عز وجل والله ما فرطنا فيه بساعة، ما فرطنا فيه بساعة. كان أحد السلف إذا صام يغلق عليه داره، لا يخرج إلا للصلاة حتى لا يعني يختلط بالناس ويضيع صيامه. وأيضا من معرفة منة الله علينا في هذا الشهر أن نعظم هذا الشهر، تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، فلا بد أن نعظم هذا الشهر، نكف عن كثير من منكراتنا. نحن لا نسلم من المنكرات، لكن على الأقل نتخفف في هذا الشهر، أن نستحي من الله عز وجل أن نبارزه بمنكراتنا حتى في هذا الشهر نتخفف منها. وإذا قدر على العبد منا أن عصى الله عز وجل يبادر إلى التوبة والندم والاستغفار، الله غفور رحيم، الله يعني يعلم أننا لن نكون معصومين ولا حتى في هذا الشهر، ولكن على الأقل إذا عصينا الله في هذا الشهر أن نعصيه ونحن مستحيل، أن نعصيه ولا نبارزه بالمعصية، لا نجاهر بها، لا نعصيه ونحن نضحك. إذا عصينا الله وقدر لنا ذلك أو غلبتنا أنفسنا أن نعصيه ونبادر إلى التوبة ونستغفر ونستحي من الله عز وجل. كذلك أن نعزم على تغيير حياتنا في رمضان، لا بد أن يعزم الإنسان، نحن لا زلنا في أول الشهر، اعزم من هذه الساعة على أن تغير من حياتك في رمضان. لا يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء، شعبان وشوال ورمضان كله سواء، لا بد أن يتغير شيء من حياتك في رمضان، شيء من أسلوب حياتك في رمضان، من علاقتك بالله عز وجل، علاقتك بوالديك، برحمك، بأولادك، لا بد يكون في شيء من التغير في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني إذا كان قول الزور والجهل سيكون معك حتى في رمضان، إذا ما الحاجة في ترك الطعام والشراب الذي أباحه الله عليك أصلا؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم لها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال: والصيام جنة، قال: والصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم، لا بد يتغير يومك، فلا يرفث ولا يصخب، لا يرفض يعني لا يكون يقول قول الباطل قول البذيء، ولا يصخب يرفع صوته باللعن والشتم، فإن سابه أحد أو شاتمه يعني وقع بينه وبين أحد فليقول إني امرؤ صائم، يكف، لا يرد عليه السب بالسب والشتم بالشتم. إذن لا بد يتغير، هذا الحديث يبين لنا لا بد تتغير في رمضان، لا بد يكون فيه في حياتك شيء متغير، لا يكون يومك في رمضان وغير رمضان سواء، عبادتك هي هي، تأخيرك عن الصلوات هو هو، تأخرك عن تلاوة القرآن هو هو، عدم برك بوالديك هو هو، عدم صلتك لرحمك هو هو، ما تغير شيء. إذن ما فائدة رمضان؟ ما الذي غير فيك رمضان؟ كذلك من الأمور التي لا بد أن نشهد بها رمضان أن نشغل النفس بالطاعات. النفس إن لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بمعصية الله. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أنت إن لم تتقدم إلى الله عز وجل فستتأخر قطعا، فلا بد أن تشغل نفسك بالطاعة، قراءة القرآن، الصلاة، الصدقة، بر الوالدين، صلة الأرحام، كثرة ذكر الله عز وجل، إيصال الخير إلى الناس، لا بد أن تشغل نفسك بالطاعات، ضع لنفسك برنامج ولو في هذا الشهر العظيم. كذلك شغل الأولاد وأهل البيت، للأسف كثير منا قد يجد نفسه منشغل هو بالطاعة في المسجد أو في بيته لكن منشغل عن أهله وأولاده. يعني هل شجعت أولادك على أن يختموا ولو ختمة واحدة في رمضان؟ أنا أعرف من الناس من صغار أولاده يختمون 3 ختمات في رمضان. بالأمس سألت طفل في المسجد كان بجنب والده من جماعة المسجد، كان في اليوم الثاني من رمضان، أنا ما شاء الله عليك وين وصلت في تلاوة القرآن؟ قال: أنا الآن في الجزء الخامس. هذا في اليوم الثاني، في أي سنة؟
قال نجحت من خامس إلى سادس، يعني عمرها ما يتجاوز 10 سنوات أو 11 سنة. قرأ 5 أجزاء في اليوم الثاني من رمضان. فيا أخوان لابد أن نعلم أبنائنا، نأخذ معنا أولادنا، نشجعهم بالهدية بالمال. اللي يختم هالسنة شجعهم، أو في هالسنة لو يختم ختمة واحدة والسنة الثانية ختمتين وهكذا. لابد أن نشجع أولادنا، نسألهم وين وصلت يا فلان، نضع بينهم تسابق تنافس. كذلك الزوجة بدل ما تنشغل لملء بطوننا تنشغل شوي بالقرآن. نشجع أولادنا على الحرص على أن يصلي مع الإمام، ولو أن نذهب نحن وإياهم إلى المساجد التي صلاة التراوح فيها خفيفة. يا أخوان بعض الناس يعني يستعيب أنك تروح المسجد صلاة خفيفة، لا يا أخي، روح الصلاة خفيفة وصلي الوتر ولا تجلس في بيتك. إذا كان أولادك ممتلين يا عيالي تعالوا نبي نروح نصلي عند فلان، والله يخلص التراويح ما يطيل في القراءة، شجعهم بدل ما يصلوا، بدل ما لا يعني يتركون الوتر وقيام، لو يقيمون حتى ولو بصلاة خفيفة. الصلاة الخفيفة يعني لا شك أنها ليس هي المطلوبة في رمضان، مطلوب أكثر. لكن إذا كان الإنسان يعني بيترك، إما يترك ولا لا، يعني إما يصلي صلاة طويلة ولا بيترك الصلاة، لا يا أخي صل ولو صلاة خفيفة. مهم لازم أنك تصلي مع المسجد اللي يطيل القيام والسجود، لا، صل في المسجد اللي يخفف إذا كان أولادك سيتشجعون على ذلك. كذلك نشجع الأولاد ونشجع النفس والزوجة على الصدقة، نجعل صندوق في البيت، وكل يوم في رمضان ضع عط أولادك أموال يضعوها في الصندوق، ريال وريالين وثلاثة ونصف، ونجمع هذا ونطعم المساكين. يا أخوان والله في بيوت جوعى عندنا في الرياض، لا تظن مدينة وكبيرة ما فيها، أطرافها وفي وسطها. تفاجأت في أحد السنوات في حي الروضة، ما بعيد هذا الأمر، بامرأة مع بناتها لا تجد ما تأكله، تسكن في شقتها. حتى تفاجأت بها النساء لما جاءت تفطر في 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 المسجد، فطور جماعي للنساء، فتفاجأوا بها أنها لا تجد ما تأكله هي وأولادها، وهي تعيش بين أصحاب الفلل. فيا أخوان تلمسوا الفقراء والجيران هنا في هذا الحي ولا في الأحياء البعيدة والقريبة، تلمس يا أخي. كم من الناس دخل الجنة والله ذي إطعام مسكين. الله عز وجل غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل، بغي زانية، وليتها سقت مسلما أو فطرت مسلما، سقت كلب من عطش، كلب لا قيمة له، وهي زانية غفر الله لها. فكيف بك أنت مسلم وعفيف لو أطعمت مسلما من جوع؟ كيف ستكون المغفرة إذا هذه زانية وكلب؟ فكيف بمسلم ومسلم؟ يا أخوان لا نبخل من أنفسنا، ولا تظن أن الصدقة والإنفاق فقط خاصة بالأغنياء. يا أخوان الصدقة الله عز وجل يغفر، غفر الله لامرأة كما في حديث عائشة شقت تمرة، فقيرة جاية تأخذ من عائشة، أخذت منها 3 تمرات، أطعمت بنتيها كل واحدة تمرة، وبقيت التمرة الثالثة فأكلوها قبل أن تأكلها أمهم، فأطلبوها منها فشقتها بينهم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لها بإطعامها لهاتين البنتين، أولا بنتيها ما لها منه، وهي تمرة شقتها بين بنتين فغفر الله لها. ما نملك تمر؟ والله نملك تمور كثيرة في بيوتنا مكدسة، ما ندري من يأكلها. يا أخي شغل سيارك وابحث عن هذه الفضاء، زر الأحياء القديمة اللي كنت ساكنها قديما، زرها وصل فيها المسجد واسأل إمام المسجد، تقول والله أنا ما أدري، اسأل إمام المسجد، تعرف فقراء، والله أعرف، شوف فلان فلان بيت فلان، وزرهم، حط عند أبوابهم هذه التمور التي لا تأكلها في بيتك، كيس رز، شوي زيت، شوي سكر، شاهي، أطعم هذه، والله لها مردود على نفسك في صحتك وفي أولادك وفي راحة البال التي تشعر بها، وفي فتوحات يفتحها الله عليك، وفي شر يدفعه الله عنك وعن أولادك وعن أهل بيتك. ولا تحتاج إلى الأغنياء يا أخوان، والله الريالات تنفع، اجمعها أنت وأولادك، ضعوا صندوق اجمعوها، كل ما اجتمع اشتري لك كيس رز وخذها بيدك، وخذ معك أولادك، واذهب إلى بيت فقير من الفقراء واطرق عليه الباب وضعه عند بابه. كم حدثنا عن بعض الصالحين، بل بعض العلماء، أحد العلماء من توفي رحمه الله كان يشيل في سيارة في الليل حتى لا يعلم به أحد، ويذهب بسيارته ويضع على الأبواب أكياس الرز والطعام. فلا نبخل على أنفسنا بمثل هذا، أن نعود أنفسنا وبالذات في هذا الشهر. إذا لم تفعله في هذا الشهر فقل لي بربك متى ستفعله. كذلك
شهر رمضان نشهده بالاحتساب، أن نحتسب أعمالنا هذه في هذا الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم. احتسب، والاحتساب هو أن تطمع في الأجر من الله عز وجل، ما تفعل هذا الفعل فقط يعني لأن الناس يفعلونه أو عادة، احتسب الأجر على الله حتى يعظم أجرك عند الله عز وجل. سادسا وأخيرا وأختم به، شهر رمضان أيضا لا بد أن نستقبله بالمقاطعة، بالمقاطعة لكثير من العادات السيئة التي اعتدناها في غير رمضان، عادة كثرة الطعام، كثرة النوم، كثرة المجالسة والخلطة بالناس، كثرة المنكرات ووسائل الإعلام. لا بد أن نحيي فينا يعني روح المقاطعة في هذا الشهر، خفف، لا تكثر المجالسة للناس، لا تكثر العزائم والطلعات والروحات، لا تكثر الطعام تملأ بطنك ثم إذا جيت صلاة التراويح ولك يا الله تنفس وتستثقل الصلاة، تستثقل السجود والركوع، لا تكثر من النوم يصبح نومنا كله ويضيع ساعاتنا بالنهار، لا تكثر من الجلوس أمام وسائل الإعلام بالأخف معاصي الله عز وجل. لابد أن نتخفف، نقاطعها، نخفف من هذا الأمر، هذا البلاء الذي حرمنا الانتفاع بهذا الشهر. اعلم أنك إذا خففت وقاطعت والله ستجد نفع هذا الشهر بعد ما ينتهي هذا الشهر، وستذكر كلامي هذا، بعد ما ينتهي هذا الشهر والله ستشعر براحة عظيمة وأنس وسعادة أضعاف ما تشعر بها في السنوات الماضية، لأنك تشعر أنك أديت أمرا عظيما في هذا الشهر، وأنك عشت في هذا الشهر حياة غير التي عاشها كثير من الناس. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالقبول في هذا الشهر، وأن يعيننا فيه على إتمامه وإكماله على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.